بطبيعة الحال القميص ديال رسول الحضار سيبقى نفس القميص اللي لعبنا به آخر مباراة لا مع تي بي مازينفي ولا مع ملوك الجزائر، لأن في واحد لو بروسيسوس دو فاليداسيون على لا كاف إتسيتيرا. جمال ديليماني بريزيدون دو لا كوميسيون ماركتينغ ديال الدفاع حسين الجديدي، كيف ما شفتوا اليوم فاحنا قدمنا يعني القميص الرسمي اللي غيلعب به فريق دفاع حسين الجديدي بطولة ديال الموسم المقبل وكاس العرش منافسه كاس العرش. كيف ما كل موسم فاحنا حاولنا يعني ناخذوا بعين الاعتبار لي ديفيرونت رمارك اللي كتعطانا على الاقمصه اللي كيلعب بهم فريق دفاع حسين الجديدي، وحاولنا يعني ندخلوا عدة التعديلات لا من ناحيه ديال لا كاليتي دو مايو ولا من ناحيه لو ديزاين ديالو. واللي كيبقى لي نقول هو انني نتمنى ان فريقنا لا اللاعبين ديالنا ولا الجماهير ديالنا ينال الاعجاب ديالهم هذا القميص هذا. كاينه نقطه اللي تمت الاشاره ليها اللي هو القميص في اللون الابيض، فحنايا فريق دفاع حسين الجديدي كيتوفر الان على قميص في اللون الابيض اللي هو القميص اللي كياخذ به فريق دفاع حسين الجديدي منافسه ديال عصبه الابطال، وهذا القميص اللي هو اللي غيبقى حتى للنهايه ديال المنافسه ديال عصبه الابطال بحكم يعني الالتزام اللي عندنا مع لاكاف. ولكن حنا في صدد ديال التهيئ ديال القميص بلون ابيض اللي حتى هو غيكون فيه بعد يعني الاضافات اللي كنتمنى ان شاء الله تكون في المستوى. حسين الجديدي في كل مباراه يلعبها مثلا انه انسان يعني بدون ما يكون هو يتابع مثلا المباراه، وبمجرد انه يلمح البصر على التلفاز يعرف بان فريق الدفاع الحسني الجديد هو الذي ياخذ المقابله الان. يعني انا كنحاول ما يمكن ان الهويه الفريق كتبان من الخميس ديالو. السلام عليكم، معكم احمد مطيع مدير شركه بنك سبور للقميص الرياضيه. طبعا حنا اليوم في صدد تقديم قميص فريق الدفاع الحسني الجديدي للموسم الثالث على التوالي، والان حنا في صدد تقديم هذا القميص هذا باش هذا القميص هذا كيحمل مواصفات اللي هي مواصفات ديال فريق كبير، فريق عديد اللي هو الدفاع الحسني الجديدي. يعني حاولنا اننا ندير واحد لا كونسيبسيون اللي تكون في اللي كتحافظوا على الالوان بها على الالوان ديال فريق الدفاع الحسني الجديدي، وميم طون نعطيو واحد الاشعاع لهذا القميص هذا ان شاء الله في هذه المدينه هذه الجميله. ونتمنوا الله عز وجل يكونوا متوفقين، ونتمنوا على الله عز وجل انه يكون ينال رضا الجماهير الجديديه. هنا كنقولوا الاستمراريه، كنهضروا على لاميليوراسيون كل سنه، كنستافدوا بطبيعه الحال من الهويجات اللي ما تمشاوش، وكنحاولوا نصلحوهم باش نقدروا شاكاني كتكون البروغريسيون. دونك وهذا الشيء اللي كنهضروا عليه الان فما كيخصش غير الفريق الاول، فكيخص ايضا الفئات العمريه ولا ليكول. يعني اذا شفتوا بان حتى مدرسه كره القدم ولا لي كاتيجوري فهما كيلعبوا بنفس الاقمصه. لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.